برامج متنوعة ينهل منها طلبة المدارس معارف مختلفة في إجازتهم الصيفية. إدارة الأوقاف والشؤون الدينية بمحافظة البريمي بدأت في تنفيذ برنامجها لهذا العام وسط مشاركة مميزة. هذه البرامج تأتي يعني وفق خطة نستهدف فيها استغلال الإجازة الصيفية ونشر الوعي الديني والأخلاقي والثقافي لكي نحافظ على هذا الجيل من خطورة الأفكار التي تهجم عليه في مواقع التواصل وفي وسائل النشر الأخرى. صيفنا مميز واحد من البرامج حوى عددا من المواد: تعلم وتدبر القرآن الكريم وأسماء الله الحسنى والآداب والأخلاق وفقه التقنية الحديثة ورحلات في التدبر وورش تدريبية ومسابقات مختلفة. يعني البرنامج جدا مفيد وجدا استمتعنا فيه لحد الآن. التقنية المعاصرة، التدبر وتلاوة القرآن جدا جدا استفدنا منه لحد ثالث يوم الحين. يعني أتوقع أن ما بس أنا، يعني أتوقع أن كل الطلاب وكل المشاركين في البرنامج مستفيدين. الطلبة وجدوا في هذه البرامج متنفسا يقضون معها أوقاتا جمعت بين المتعة والفائدة، مع الإشادة بالدور الكبير الذي لعبته الجهات الأخرى في تحقيق الأهداف المنشودة تحقيقا للشراكة بين المؤسسات المختلفة. قدرنا نحفظ آيات من القرآن وعرفنا أسماء الله الحسنى ومعانيها والعديد من الأشياء، إن مثل وقت ترفيه احنا استمتعنا فيه جدا، وأيضا عندما التجارب العلمية الأستاذة عرفتنا على التجارب وخلتنا نعرف نسوي تجارب وكذا. وعلى الأسرة يقع الدور الكبير في توجيه ومتابعة أبنائهم لاستثمار الإجازة الصيفية بما يعود عليهم بالمنفعة من مختلف الجوانب. أنور بن زاهر، الغريبي، محافظة البريمي.